حرصا على تطوير جودة أداء القطاع القضائي في فلسطين وضمن سياسة التعاون بين المؤسسات القضائية المختلفة، وقع مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي مذكرة تفاهم يتم بموجبها تطبيق برنامج ميزان 2 لدى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. بالنسبة للقضاء الشرعي مما لا شك فيه أنه قد تطور تطورا ملحوظا في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنه بحاجة إلى مزيد من التقنيات الحديثة. ونحن اليوم وقعنا مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء النظامي، حيث أنه متطور في أخذ نظام ميزان لاستعماله في سير الدعوة، وخاصة هناك عوامل مشتركة في سير الدعوة بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية. ويهدف تطبيق برنامج ميزان 2 لدى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى تبادل المعلومات فيما يخص القضايا الشرعية المطروحة للتنفيذ في دوائر التنفيذ التابعة لمجلس القضاء الأعلى. جاء هذا بناء على طلب الإخوة في القضاء الشرعي لتسهيل مهامهم في المحاكمات الشرعية، ومن ثم هذا البرنامج كان طبقته المحاكم النظامية عنا، وهذا برنامج اشتغلنا عليه منذ سنوات ونجح في التطبيق العملي، أدى إلى أن تكون هناك ملفات إلكترونية بدل الملفات الورقية اللي حال ضياعها أو تلفها يكون في عنا إحنا مستندات الملف ذاتها موجودة. كمان هاي بتسرع من حيث الزمن والوقت اللي بيستنزف المراسلات ما بين الإدارات، ومن ثم ممكن تسهل عمل القضاء الشرعي. ويعتبر برنامج ميزان 2 برنامجا إلكترونيا متكاملا يسجل كافة المراحل التي تمر بها الدعوة القضائية، ويوثق كافة التقارير الخاصة بالمحكمة، ويسهل التواصل بين المحافظات، كما يتيح أرشفة القضايا إلكترونيا ويرتبط ببيانات وزارة الداخلية مباشرة. في قاعدتين بيانات مختلفات في كل مركز، وسيتم الاتصال بينهم من خلال الإنترنت ومن خلال شبكة إنترنت محمية لاستخدامات المجلس القضاء الأعلى والمجلس القضاء الشرعي. عندك كم كبير من القضايا في دائرة التنفيذ اللي لها علاقة بالنفقات والقضايا اللي تخص الأسرة من نفقة ومن حصر إرث ومن زواج ومن طلاق، فكل هاي البيانات راح يتم تناقلها إلكترونيا بين مجلس القضاء الأعلى بين مجلس القضاء الأعلى الشرعي ودائرة التنفيذ في مجلس القضاء الأعلى للنظام. يذكر أن برنامج ميزان 2 هو نسخة مطورة من برنامج ميزان 1، والذي كان يعاني من مشكلات تتعلق بعدم التحديث التلقائي للبيانات، فتم تطويره بشكل يضمن تطابقا تاما ودقيقا في البيانات. شيرين الفار، تلفزيون القدس. القدس.com